إذن لمزيد من التفاصيل والفهم عن هذا الموضوع تنضم إلينا من بيروت الدكتورة فيفي كلاب، مستشار الأمم المتحدة السابقة لشؤون البيئة. أهلا بحضرتك دكتورة فيفي في صباح جديد وصباح الخير. يعني بداية، ما هي الدورة الانقلابية للمحيطات وكيف ترتبط بتغير المناخ وتراكم الكربون في الجو؟ الدورة الانقلابية للمحيطات هي للمي بتقلب داخل المحيط، يعني لمياه السطح بتنزل على القعر ومياه القعر بتطلع للسطح. نحن بنعرف انه عادة الدراسات بنسمي الطبقة السطحية للمحيطات اللي هي اقل من 50 متر وطلوع، هيدي بتكون حرارتها عادة دافئة، تحت ال 50 متر بتصير الحرارة جد باردة. هيدي عادة حرارة سطح المحيط بتحافظ على حرارة نسبيا، تتغير بتفاوت بسيط كتير، لكن لما تتغير طريقة مهمة بيتغير كل شيء بهيكلية المحيط، ببيئته، بتياراته، حتى بلونه بنشوفه انه تغير. هلا اللي عم نلاحظه نحن مؤخرا انه هل الانقلاب هذا عم بيصير بطريقة قوية وعم بيصير في تغيرات عم بتضر بالحياة ان كان تحت المي او ان كان على الارض، وعم بتقلل من قدرة المحيطات انها تخزن كميات ثاني اكسيد الكربون CO2 يعني، ونحن بنعرف انه هي بتمتص مثل ما حضرتكم قلتوا 26% تقريبا من الكربون، واهم شيء انها بتعطينا 50% من الاكسجين اللي بنحتاجه نحن اللي بنستعمله، وبتلتقط 90% من الحراره الاضافيه اللي بتطلع من الانبعاثات، من نظام الانبعاثات، مشان هيك بنسمي المحيط هو اكبر بالوعه للكربون. هلا لما عم تتغير درجه حراره المحيطات بسبب هالحراره الزايده عم نشوف تاثيرات متعاقبه غير مسبوقه، يعني عم نشوف ذوبان الثلوج، ارتفاع مستوى البحر، موجات الحر البحري او تحمض المحيطات، ولما بنحكي بهودي اكيد بنحكي باثارهم ان كان على البيئه او ان كان على الانسان. دكتوره فيفي، لو هننتقل بالحديث ايضا عن دور الذي تلعبه المحيطات في استيعاب ثاني اكسيد الكربون من الغلاف الجوي تحديدا. نعم، أكيد مثل ما قلنا إنه هو نحن بنسميه أكبر خزان، أكبر بلوعة لثاني أكسيد الكربون، لأنه في عندنا العوالق النباتية اللي هي موجودة بالقسم السطحي بالمحيط، هي بتمتص ثاني أكسيد الكربون وبتاخده لما تتحلل بينزل قسم منها على قعر البحر، ومشان هيك قعر المحيط هو بخزن اكثر شيء ثاني اكسيد الكربون. لكن لما عم بتصير فيها التغيرات وارتفاع الحراره وهالعوالق عم بتموت بطريقه اكثر، يعني عم بخلينا انه نخسر كميات التخزين. لحد هلا كل الدراسات ما عم بتكون دراسات جد دقيقه، لانه نحن السنه بطور الاستكشافات نحن بنعرف المساحات، يعني علو معين بالمحيط، لكن ما عم نقدر ننزل القعر المحيطات تنعرف شو عم بيصير فيها على التم. اكيد عم نعمل سيناريوهات عده، عم ناخذ نماذج مناخيه عده، وكل هاي مستمده من ذاكره المحيط، واللي بنسميه ذاكره المحيط نحن هي رصد قياسات اذا فيها والاستمرار ظروف المحيطات برصد معدل التغييرات بدرجات حرارة سطح البحر من سنة للتانية، واللي هيدي بتخليها تكون مصدر رئيسي كيف فينا نتنبأ بالنظام المناخي لحد يتجاوز المقاييس الزمنية للطقس. يعني أهميتها هيدي بتكون ثابتة عنا، بتخلينا أن نتنبأ بدقة أكثر. لكن للأسف هلأ عم بيصير عم نلاحظ أنه قدرة ذاكرة المحيطات عم بتخف، وبالتالي عمق هالمساحة على 50 متر عم بخف. هذا أكيد بخلينا أن نخشى أن تكون تنبؤاتنا برأيك دكتورة فيفي، لو تسمحي لي، هل هناك إجراءات يمكن اتخاذها للحد من تأثيرات تراكم الكربون في الجو الناجمة عن تغير مناخ المحيطات؟
أكيد في عدة، في أشياء طبيعية وفي أشياء اصطناعية. الأشياء الطبيعية هي زراعة محاصيل الطاقة الحيوية، إن كان أعشاب لإنتاج الوقود الحيوي، إن كان من أشجار ونباتات وأعشاب ونباتات بالأرض، زيادة مساحة الغابات لأنه هي بتمتص ثاني أكسيد الكربون. وفي الطريقه اللي اكثر شيوعا هلا واللي عم ينحكى فيها اكثر شيء هي التقاطه من الجو وتخزينه بالارض، وهي عم نشوف كثير من الشركات الانتاجيه للوقود الاحفوري ان كان غاز او فحم او بترول عم بتجرب تتبع هالتقنيه، يعني عم تزدهر اكثر واكثر، لكن وعم بتخزنه بابار النفط والغاز الطبيعي المستنفدين، يعني اللي بيخلص بير النفط ما بيعود عندنا فيه، عم تجرب تاخذ تحول هالغاز ثاني اكسيد الكربون الى سائل وتزيد له مذوبات وتنزله بها بجوف الارض. او كمان في زياده نمو، حكينا العوالق النباتيه اللي هي بتمتص ثاني اكسيد الكربون، لكن هالتقنيه هيدي هلا في كثير مآخذ عليها، لانها ممكن انها تغير بالنظم البيئيه بالمحيط، لانه بنعرف انه بتصير فيها نقص بالاكسجين، لانه بتاخذه هي العوالق النباتيه اذا زدناها بصير في نقص بالاكسجين، وهذا بيأثر على نظام البيئي بالمحيط وخصوصا على الثروه السمكيه. وثاني شيء ممكن انه عند موتى هالعوالق النباتيه انها ترجع هي تزد ثاني اكسيد الكربون. لكن هلا في اقتراح زراعه الاعشاب البحريه اللي كمان هيدي جديده، لكن عم بيتم كمان تقييمها بطريقه تنشوف اثرها، وخصوصا على مصائد الاسماك، لانه بالنهايه نحن بهمنا تامين الامن الغذائي، وبنعرف انه المحيط بيامن يعني قسم صحيح. كبير من الامن الغذائي للبشريه. نعم. في كمان استخدام صخور ان كان السيليكات او الاوليفين، وهيدي عامل طبيعي، يعني بتصير بطريقه كيماويه طبيعيه، بتخزن ثاني اكسيد الكربون. هلا عم بيسرعوا هالطريقه، عم بيجربوها، لكن تجارب ومكلفه وبدها مساحات اراضي شاسعه، انهم يفتتوا هالصخور ويزتوها على مساحات شاسعه تلتقط ثاني اكسيد الكربون. لكن اهم شيء عندنا اياه هو محاولات استخدام ثاني اكسيد الكربون لانتاج البلاستيك، البولي بروبيلين. هيدي اهم طريقه هلا صناعيه، واكثر طريقه واعده اننا نعم. إلى أنواع من البلاستيك. دكتورة فيفي كلاب، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل والإرشادات. شكرا جزيلا لك، مستشارة الأمم المتحدة السابقة لشؤون البيئية، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا الكرام، صباح جديد مستمر مع حضراتكم، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا.